نعم حازم، يعني ربما يمكن تقسيم الغارات الإسرائيلية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يتعلق بتنفيذ سلسلة من الغارات كأحزمة نارية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال الطائرات الحربية الإسرائيلية. وهذا القصف الإسرائيلي اليوم على سبيل المثال استهدف مناطق محددة، وهي مناطق الجنوب، الشريط الجنوبي الغربي لمحافظة خان يونس، وأيضا منطقة قزان النجار وقزان أبو رشوان وبطن السمين وجورة اللود. هذه المناطق تحديدا تعرضت إلى أحزمة نارية عنيفة جدا من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. سمعنا منذ فجر اليوم حتى ساعات الصباح الأولى يعني أصوات انفجارات ضخمة وعنيفة جدا في هذه المنطقة، مرورا إلى المنطقة الشريط الجنوبي الغربي خلف مجمع ناصر الطبي من الناحية الجنوبية الغربية. هذا الأمر أيضا انتقل إلى مناطق شرق خان يونس تحديدا على طول الشريط الحدودي، عبسان وخزاعة والفرحين ومنطقة القرارة، أيضا شهدت تنفيذ عدة أحزمة نارية عنيفة جدا، وأيضا كان انبعثت منها أصوات انفجارات كبيرة وضخمة. ثم يتلو ذلك أو المرحلة الثانية من الغارات الإسرائيلية هي تلك التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف منازل المواطنين. وهذا اليوم على غرار الأيام السابقة استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدد كبير من منازل المواطنين، من بينها منزل عائلة أبو حطب وعائلة صلاح وعائلة كلاب، ويعني منازل في منطقة حمد ومنطقة شاعر والنجار وزعرب والبيوك وأبو حدايد. كل هذه المناطق والمنازل تعرضت إلى عمليات استهداف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، وأيضا أدت إلى وقوع عدد كبير من الشهداء. قبل آخر هذه الشهداء كانت هناك غارة إسرائيلية على منطقة الفخاري، وكان هناك يعني المصادر الطبية أعلنت عن استشهاد شابين شقيقين من عائلة أبو دقة جراء استهدافهما بصواريخ الطائرات الحربية الإسرائيلية، بالإضافة لنقل عدد من الإصابات. لكن أعنف الغارات المميتة والدموية التي استهدفت منازل المواطنين كانت تلك التي استهدفت منزل عائلة أبو حطب وصلاح وكلاب في منطقة المخيم الغربي لخان يونس ومنطقة المواصي، حيث استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزل عائلة أبو حطب وصلاح وهما منزلين متجاورين بصواريخ، عدة صواريخ أدى إلى تدمير المنزلين فوق رؤوس ساكنيها، وأدى ذلك إلى استشهاد 14 مواطنا من بينهم رجل وزوجته وأبنائه السبعة، وهذه العائلة مسحت من السجل المدني بالكامل، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة أطفال من عائلة صلاح أكبرهم 14 عاما وأصغرهم 8 سنوات. أيضا عائلة كلاب هي الأخرى تعرضت إلى استهداف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، وأدى ذلك إلى استشهاد 4 مواطنين. ثم غارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على مسجد الخلفاء الراشدين في منطقة جورة العقاد أيضا، وأدى ذلك إلى تدمير المسجد تدميرا كليا وتدمير نحو 5 منازل في محيط المسجد، وأيضا أسفر ذلك عن استشهاد 2 من المواطنين من بينهم سيدة فلسطينية وإصابة عدد كبير من المواطنين. ثم أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على عدة منازل في منطقة قزان النجار ومنطقة بطن السمين، وأدى ذلك إلى تدمير عدد كبير من منازل المواطنين ووقوع عدد من الشهداء. ثالثا المتفجرات التي استخدمتها اليوم الطائرات الحربية، عفوا وحدات الهندسة الإسرائيلية، بالإضافة إلى القصف الجوي، وهي في حارة الوفية في منطقة الكتيبة شمال غرب خان يونس، سمع دوي انفجارات ضخمة جدا في المنطقة التي تقع خلفنا تماما. تبين فيما بعد أن القوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتفجير عدد كبير من منازل المواطنين في هذه المنطقة، بالإضافة إلى قيام الطائرات الحربية بقصف محطة للمحروقات في منطقة الكتيبة حارة الوفية، مما أدى إلى وقوع انفجارات كبيرة وضخمة وسحب دخان سوداء يعني استمرت لعدة ساعات جراء هذه الانفجارات. ثم عادت الطائرات الحربية الإسرائيلية والمدفعية الإسرائيلية إلى استهداف مستشفى الأمل للمرة 11 على التوالي خلال الأيام الماضية، وأسفر هذا القصف على هذا المرفق الطبي والصحي إلى استشهاد أحد النازحين، بالإضافة إلى إصابة 5 آخرين. كل ذلك حازم ترافق مع مواجهات عسكرية واشتباكات عنيفة جداً
تحديدا في محور الشمال الغربي لخان يونس وهي منطقة المحطة شارع 5 الكتيبة، حيث سمع على مدار 5 ساعات متواصلة لاشتباكات المسلح وإطلاق النار وقذائف الهاون وقذائف الياسين، حيث تمكنت كتائب القسام من تفجير دبابتي مركبات في هذه المنطقة واستهداف عدد من ناقلات الجن في نفس المنطقة وأيضا في منطقة معن ومحور شرق خان يونس. أيضا منطقة معن إلى جنوب الشرق من خان يونس شهدت هي الأخرى تقدم طفيف للآليات الإسرائيلية، لكن هذا التقدم جوبها بمقاومة شرسة. استطاعت المقاومة الفلسطينية من استهداف دبابة إسرائيلية، ويعني رأينا سحب الدخان السوداء المنبعثة من هذه الآلية الإسرائيلية، ودارت اشتباكات استمرت هي الأخرى عدة ساعات طويلة. هذه الأحداث الميدانية في خان يونس في ظل استمرار عمليات القصف. قبل قليل وأنا أتحدث إليك حازم سمع دو انفجار من وسط مدينة خان يونس. القصف لا يتوقف على خان يونس والانفجارات لا تتوقف، والقصف المدفعي المجنون والعشوائي مستمر منذ ساعات الفجر وحتى هذه اللحظة.